نادى علي صباح السالم في نادي النصر، التقى الساحل وخيطان ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري فيفا. بداية اللقاء والشوط كان خلالها أبناء أبو حليفة الأفضل نسبيا، وهو من شكل خطرا في بعض الأوقات على مرمى خصمه، ولكن ذلك لم يكن كافيا لتسجيل. وفي الدقيقة 25 من الشوط نفسه استطاع الساحل التسجيل، لكن الهدف يلغى من الحكم عمار أشكناني. خيطان الضائع لم يظهر بصورة جيدة خلال هذا الشوط، بينما حصل الساحل على التعدد في أنواع الفرص لكنها جميعا لم تكلل بالنجاح. استمر الوضع كما كان في الشوط الثاني، الساحل يضغط على خيطان ويستلم زمام الأمور حتى دخل البديل فارس الميع وسجل هدف الفوز مع اللمسة الأولى له في المباراة بعد متابعته لهذه التسديدة القوية لتسكن كرته شباك خيطان. وبعد الهدف استمر فارس الميع في التهديد، ولكن القائم حتم أن تستمر النتيجة بهدف وحيد حتى نهاية اللقاء. الأداء يعني أحسن أداء أنا شفته الصراحة، يعني ما قصرنا، بالذات يعني جايين بعد من المعسكر يعني ما قصرنا الصراحة. ثاني شيء الجول مشى معي، أوكي أنا توقعته، بس إنه يعني الحمد لله يعني توفيت فيها. الحمد لله خسارة صراحة نستحقها، والساحل يستحق الفوز. لاعب يعني شوطين المباراة كلها للساحل كانت، احنا ما قدمنا شيء الصراحة، ولازم كل لاعب فينا يراجع نفسه. لاعبين نادي خيطان لازم كل واحد فيهم يراجع نفسه، والمدرب لازم يراجع نفسه، كل لازم يراجع نفسه صراحة. المباراة يعني مو هي خسارة 1-0، لا المفروض تكون اكثر من 1-0. يعني الاداء صدق يعني كلش لاعبين خيطان ما ادوا اي اداء يستحق انهم لو يتعادلون. الساحل يستمر في تقديم افضل النتائج خلال هذا الموسم ليصل الى النقطة العاشرة، أما خيطان فبقي على نقاطه الثلاث حتى هذه اللحظة. لبين الشوطين طلال الصراف.